هنا الكريبتو سيستم بيحكي لك اذا انا كان عندي ار اي ومسج، فالار اي يعتبرها هي الكي، فلما اعملها اكس اورينج فاني النتيجه راح تطلع عندي صفر، بمررها بهذه اللاين واللي بتعتبر انسكيور، الكل ممكن يطلع عليها، الكل ممكن يسرق منها، لكن لما بيشوف سي اي ما بيقدر يعرفها، ما بيقدر يعرف شو اصل المسج. بالطرف الثاني اللي بده يستقبل هذا المسج او بده يستقبل هذا الشفر بده يمررها او يعملها اكس اورينج مع نفس الرينج الكي، فراح يرجع المسج. اذا هنا بيحكي لك انه لازم الاثنين يتفقوا على الكي حتى ايش يقدر واحد يشفر والثاني يفك التشفير. اذا عمليه الكريبتو سيستم هنا باستخدام الاكسور، والاكسور زي ما حكينا شو ميزته، شو ميزه الاكسور؟ سريع، انه سريع. طبعا هذا احد الاسباب اللي خلتهم يفكروا دائما لما بدهم يجوا يصمموا اي كريبتو سيستم، اي كريبتو جرافيك الجوريثم، انهم ما يستغنوا عن الاكسور. هنشوف هذا الحكي لما اجوا صمموا الدي اس والاي اس، كان الاكسور عنصر فعال في شغلهم. اذا هذا اختصار للرسمه اللي شفناها قبل شوي، وهنا بحكي لك اللو اللي طلعوا النتيجه فيه كريبتو جرافرز لاف اكس اور اوكي because it immediately gives a crypto system. طبعا اللي انا بدي اعطيكم اياه لا تفكروا انه راح يكون اشياءات معقده بالثيوري نمبر، ثيوري نمبر راح نحطكم اياه بمختصر مفيد سهل اللي انت خلينا نقول رياضيا تقدر انك تتعامل معاه، مش راح ندخل بتفاصيل الموديل تشيكينج، يعني هتكون اللي راح ناخذه نوع من الاكتراكتيف لك، يعني خلي بالك انه لا تتزور ولا تتجر، اللي احنا بناخذه بالبدايه راح نحتاج نستخدمه فيما بعد. فهذا راح يمر معنا بكورس بشكل مفصل فيما بعد، الا انه انا بدي المقدمه هذه ناخذها بشكل مبسط، وخلينا نقول مش راح ادخل بتعقيدات كثير، راح تكون اللي موجوده امامنا او اللي ايش اللي راح نتعرف عليه. طبعا لما نيجي نتعرف على المود اوبريتورز راح ناخذ الشغلات المبسطه جدا، الهدف منها فيما بعد كيف انه السيستم بيشتغل بنفس الوقت. في بعض الشغلات انا رياضيا ما بقدرش اسويها، لكن اذا عرفت القوانين اللي احنا راح ناخذها ان شاء الله هتجد انه بقدر اسويها. يعني في بعض الاحيان لما تيجي تقسم تو بيج نمبرز او تعمل تجيب الاس تبعهم هذا، فتجد انه الكمبيوتر بقدرش يسويها، لكن في قوانين هناخذها هتخلي الكمبيوتر يسويها بطريقه مبسطه. اوكي لاحظ هنا بالاخر بيحكي لك اذا ال ار اي اكس اور سي اي هي نفسها ال ار اي اكس اور ار اي اكس اور ام. طبعا السي اي هي بالاساس كانت بالاساس اي عشان تعرف هلا قال لك سي اي اكس اور ار اي بتطلع المسج، والار اي اكس اور سي اي بتطلع المسج مظبوط. انا هنا بحكي شو بدي اثبتها، بقول لك اصلا المسج هي نتيجه ايش؟ الام نتيجه الام اي اكس اور الار اي، فالسي اي هي تساوي هذه القيمه، واذا جبت الار اي مع السي اي بترجع المسج. هلا بقول لك كيف بثبتها، اجى اخذ هذا الخانه وقال لك اوكي بدي اثبتها ار اي اكس اور سي اي. طب السي اي ايش اصلها؟ اصلها هاي الار اي اكس اور اللي هي هاي سي اي اللي هي اول معادله. فلو جيت طلعت انه الان بما انه الاكس اور بقدر اني اعيد الترتيب، وانا ممكن انفذ ار اي اكس اور ار اي شو بيعطيني؟ صفر. صفر اكس اور ام اي شو بيرجع لي؟ المسج.
هذا كإثبات أنه السيستم هذا كموديل تيكينج كرياضيات كيف ممكن أثبت أنه المسج ترجع لو أنا شفرت الـ CI أو عملت إنكريبت للـ CI مع الـ RI XOR. أخذتوا أنتوا بالرياضيات اللوغاريتم للأساس B للـ X تساوي Y. مثال اللوغاريتم لوج الاثنين هيا لوج الاثنين هنا لوج الأساس اثنين للثمانية تساوي إيش؟ ثلاث. شو يعني؟ إنه اثنين أس ثلاثة تساوي ثمانية، صح؟ هنا بحكي لك أنا بدي أجيب لوج اثنين لثمانية، يعني اثنين أس كم يساوي ثمانية؟ هاي معناتها لوج الاثنين للثمانية تعني اثنين أس كم تساوي ثمانية؟ فالجواب ثلاثة. فهنا القانون اللي موجود عندنا هنا بيحكي لك إنه بي أس واي تساوي إكس، البي اللي هو البيس أس واي هتساوي إكس. واضحة هذه؟ فواي is the logarithm of X to the base B. Y is the logarithm of X to base B. Okay. Y is the logarithm base B of X. ممكن نعبر عليها بهذه الطريقة. الآن القانون بيحكي لك لو أنا B أس logarithm B للX هتساوي إيش؟ X. ارجع مرة ثانية لهذا المعادلة اللي احنا كتبناها قبل شوي، حكينا لوغاريتم 2 ل 8 يساوي 3، صح؟ لوغاريتم 2 ل 8 يساوي 3. ولو جيت حكيت هنا البي اللي هو أساس اللي هو أساس 2 بي أس 3 شو بتساوي؟ 8. فإذا نظرت لها بهذه الطريقة انه حسب القانون هنا اذا فرضنا انه b هي ال b 2 ولو لوغاريتم الاساس b log ال 2 لل 8 شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ معي ولا مش معي؟ انت اخذتوا اللوغاريتم للاساس ولا لا؟ رامي حسن عبد القادر، اه دكتور، اخذتوا انتوا اللوغاريتم للاساس ولا لا بالديسكريت؟ احنا اخذناها دكتور بس انا مش متذكرها مزبوط للاسف. بس طيب ممتاز يعني قصدي انه اخذتوها. طيب اذا لاحظتوا هلا لاحظ 2 اس هاي القيمة اللوغاريتم من 2 ل 8، لما بجي بحكي لك 2 أس كم يساوي 8 فبتقول لي 3، إذا لوج 2 ل 8 تساوي 3، وكأنك بتحكي هيك 2 أس 3 وشو بتساوي؟ 8. فهنا بالقانون شو بحكي لك؟ بي أس لوج البي للإكس هي نفس الإكس. إذا هذه أيضا ممكن احنا نستفيد منها في عملية الإنكربشن هنشوفها بعدين. فطلعوا بقاعدة إنه the cryptography favorite logarithm to the base 2، الكريبتوغرافي بيحب يتعامل مع logarithm to the base 2. اوكي، إذا log البيز 2 y يساوي log 2 للx هي نفسها 2 أس y وهي تساوي x. إذا n logarithm base 2 of x is exponent u raised to the power to the 2 in order to get x. اذا هي هذا الحكي بالانجليزي وشرحها لما حكيناها قبل شوي بالعربي. لما اجي احكي والله اذا كانت y تساوي log 2 للx فاذا ال y هي النتيجه،
فإذا أخذت الواي النتيجة ورفعتها للأساس 2 للأس 2 أس واي فبترجع إكس. بالعشري 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 2 أس 10 كم؟ 1024. فلو جيت قلت له لوج الاثنين على ال 1024 هتطلع معك 10. يعني ال 2 أس كم بتساوي 1024؟ تبديل أماكن دكتور. إيش أفضل؟ تبديل أماكن بس تبديل أماكن. بس هي إنك تعرف القانون تبعها. أوكي؟ فمن ضمن القوانين اللوغاريتم بحكي لك إذا كنت متعامل مع لوج 2 لل A و B هي نفس لوج 2 لل A زائدا لوج 2 لل B. لوج الاثنين لوج الأساس بي A على B هي لوج 2 لل A ناقصا لوج 2 لل B. ممكن أنت هنا تحط أمثلة وتحل على أساسها. مثلا لو حطت A على B على سبيل المثال خلينا نحط مثلا 16 على بلاش 16 خلينا نقول 64 على 32. 64 على 32 قديش بيساوي؟ 2 صح؟ قسمتها. فلو جيت حكيت لوج الاثنين لل 64 على 32 هي نفسها لوج الاثنين لوج الاثنين لل 64 ناقصا لوج الاثنين ل 32. هاي شو بتساوي؟ بدها تساوي 6 وهي بدها تساوي 5. ف 6 ناقص 5 بتساوي 1. فهنا لما اجي اقول والله لوج للنتيجه اللي هي لوج الاثنين للاثنين بتساوي 1. اذا القانون هذا ممكن تتحققه بتشوف مثال وتشوف انك انت فاهمه ولا مش فاهمه. لوج الاثنين الواحد على ايه هي نفسها اي اس ناقص 1، ولوج الاثنين للاي اس ار هي نفسها ار لوج اثنين للاي. لوج الاثنين للاي زائد بي هذا الحكي مش موجود او ما في اثبات رياضي له وما فيش له فورمولا اللي يقدر يحسبه. اوكي هلا هون لو نيجي نحكي بالبرمجه هل في لوج الاثنين؟ ممكن يكون في باللايبرري لوج الاثنين. بالآلة الحاسبة في لوج الاثنين ممكن يكون ما فيش بالآلة الحاسبة لوج الاثنين. كيف أحسبها بالآلة الحاسبة؟ بقول لك إنه لوج الاثنين للإكس هي اللوغاريتم الطبيعي للإكس مقسوما على اللوج اثنين اللوغاريتم الطبيعي للاثنين. يعني اللوغاريتم الطبيعي موجودة بالآلة الحاسبة فعشان اجيب اللوج 2 للاكس فبقدر اقول اللوغاريتم الطبيعي للاكس على اللوغاريتم الطبيعي للاثنين فبيعطيني الجواب لوج 2 لوج الاساس بي. وهي بالجافا كيف ممكن اكتبها بلغه الجافا. هنا بيعطيك بالجدول هيك بننهي هذا الجزء احكي لك انه ايش القيم للأساس. فإذا حكيت 2 أس 30 شو بيعطيني؟ طبعا أنا بدي أحكي لكم شغلة لو أجي أحكي 2 أس 10 كيلو بدك تحفظها هذه إلا ما بدك أهم تتعامل مع كيلو ميجا جيجا بتمر عليكم هذه المسميات صح؟ أنا ما أجي أقول لكم بدي أشتري هارد ديسك 20 جيجا مرت عليكم جيجا وتيرا طبعا ممتاز. هي الثلاثين 30 32 تعني تيرا تعني جيجا 32 هي الجيجا 22 تعني ميجا هي الميجا 210 هي الكيلو 238 وهكذا. لما نيجي نحكي بالسالب بدها تكون ايش على 1 على ناقص 30 تعني 1 على 32 واللي هي 1 على جيجا وهكذا. فإذا أنا لما باجي بدي أتعامل مع أرقام بالتودوبيس 2 فأعرفوا إيش العشرة كيلو العشرين بت بيعطيك ميجا والثلاثين بت بيعطيك جيجا والأربعين بت بيعطيك تيرا
وهكذا. إذن هنا بحكي لك بالنسبة للكريبتوغرافي هو بيعمل فيفوريت لأنه يتعامل مع اللوك للأساس 2. إذن لوك بيس 2 is an integer x tells how many bits it takes to represent x in binary. إذن هنا كم bits أنا بدي؟ لما أجي أقول لك والله أنا في عندي integer هل كدي قيمته؟ إذا كم bits بقدر أني أعمله represent حتى أعمله represent؟ فزميلتكم قبل شوي قالت الخمسة هي 101. الخمسة مش للأساس ولكن بحتاج إلى 3 bits. طب أعطيني إشي للأساس 2 مثلا 8. الثمانية 2 أس كم بتساوي 8؟ بقول لك 2 أس 3. بس كم bits أنا بدي حتى أني أمثل الثمانية؟ هتجد أنها تساوي 4 bits and 3 zeros وهكذا. هذا الأرقام إذا بدي أرجعها للأساس بيورجيك إنه كم bits حتى أني أعملهم represent لهذه الأرقام. نتوقف هنا اليوم دكتور. أعطيك العافية. الله يعافيكم. نكمل إن شاء الله الحصة القادمة. بس يا ريت إنه قبل لا تغادروا تسجلوا أسماءكم. أتوقع والله كم واحد أنتوا؟ 8. أتوقع أنكم كاملين ما فيش مشكلة. خلاص ماشي. الله يعطيكم العافية. تسجلتوا أسماءكم بالبداية أكيد. ماشي خلاص ماشي. الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية. حياكم.